بعد طول انتظار جاء قرار رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي من 6 سبتمبر الماضي بتعيين أحمد حامد الملس محافظ لشبوة. هذه المحافظة التي ما زالت تتوالى عليها الأزمات منذ اندلاع حرب ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، وحتى بعد خروج الميليشيا من عاصمة المحافظة منذ أكثر من عام لم تشهد الأوضاع أي تحسن نتيجة للعديد من المشاكل التي واجهت السلطة المحلية حينها. بحاجة إلى أولا يعني الأمن والأمان في المحافظة، ثانيا الوحدات الصحية والمستشفيات في المحافظة بحاجة إلى دعم ضروري 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 جدا. ملفات كثيرة إذن أمام المحافظ الجديد ومساعديه، لكن هذه المطالب الملحة المتعلقة بتحسين الأوضاع الخدمية وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين تستدعي أولا تفعيل عمل مؤسسات الدولة التي تعطلت بعد الحرب. تفعيل أجهزة الأجهزة الحكومية ودور المكاتب في المحافظة، وهذا سيترتب عليه أشياء كثيرة، ربما منها تفعيل المكاتب الحكومية في الملف الأمني وملف الكهرباء وملف الصحة وملف البيئة وملف النظافة والتحسين. لكي تعود الأمور إلى طبيعتها ترى الجهات المعنية في المحافظة ضرورة أن يكون هناك دورا ملموسا للحكومة الشرعية ودول التحالف العربي الداعمة لها، خصوصا بعد استيلال ميليشيا على الموازنات التشغيلية الخاصة بالمحافظة وصرفها على أموال لها في صنعاء وبعضها الآخر لصالح المجهود الحربي. طبعا الحل أن يفعل البنك المركزي في عدن وأن تورد الموارد إلى البنك المركزي حتى تعكس إلى المحافظات كموازنات تشغيلية بحسب ما كان معمول به من السابق حتى نستطيع العمل في المحافظة. كغيرها من المحافظات التي اجتاحتها الميليشيا تركت شبوة تواجه مصيرها وتصارع الأزمات، وثمت الكثير من الملفات على ضاوة المحافظ الجديد على أمل أن تجد حلولا عاجلة. إبراهيم حيدرة، قناة بلغيس، شبوة.